إذا متابعينا الكرام، دائما في هذا المقر ديال الجمعية اللي كتعلم لغة الإشارة، الأستاذة صفية الخبيرة في هذا المجال رفقة الزوج ديالها اللي تهو لا يتكلم ولا يسمع، ياك أستاذ؟ لربما بغى يوجه رسالة للمغاربة المتابعين ديال قناة شوف تيفي، شنو ممكن يقول؟ كيشكركم، شكرا لقناة شوف تيفي على الحضور ديالها، وشكرا لكم بزاف لانكم يعني غتساعدوا في نشر هذه المبادره هذه، وغادي تساعدوا، مرحبا بكم، لان الصوم فرحوا يعني غيفرحوا فاش غيشوفوا هذا الفيديو هذا، كيتعلموا مثلا الناس العاديين راهم بحالنا الصوم خصهم يعني يتعلموا بحال يعني باش ما يواجهوا لا صعوبات لا والو. بالنسبه للسي عبد القادر العسال، هذه الجمعيه ديالو، مرحبا بكم، وانا الزوجه ديالو صفيه خبيره في لغه الاشاره. شكرا. دابا الطريقه كيفاش هضرت تبارك الله عليه، هو متمكن كيبان لي من اللغه ديال الاشاره، متمكن اخويا متمكن، ما كيسمعنيش ما كيسمع. شحال ديال الوقت كل يعني هو كيقرا لغه الاشاره باش يتعلم؟ انا نشد لك. بالنسبه للوقت، هو كان كيقرا في واحد المدرسه في مدينه موزال، هي مدرسه بلجيكيه، تما تعلم لغه الاشاره، لان لغه الاشاره واخا اصلا ما يمكنلوش يتعلمها. يعني هي ماشي اشاره تقليديه اللي كنتعلموا في المنزل ديالنا وفي بيوت مع الامهات، لا، هذه اشاره يعني عندها قوانين ديالها، عندها يعني حروف، عندها هو تعلم في المدرسه ديال ايموزال ديال الصم، ومن تما مده يعني خدا الشهاده الابتدائيه، ومن بعد خدا تكوين تما يعني بحال الاعدادي، المستوى الاعدادي، ومن بعد عاد بقى كيجي للجمعيه صافي كيتواصل يعني عارف الاشاره. وما شاء الله يعني فاش كيجيو عندنا حتى ناس من الطاليان من ايطاليا ويعني من دول اوروبيه او خليجيه كيعرف يتواصل معاهم. الله يبارك فيك، ربي يخليك، خليكم الوليد كذلك. اخر رساله اللي وجهها لربما باللغه ديال الاشاره، لان المتابعين الكرام حنا اليوم صراحة جد فرح، لأن لربما محتوى أنا قلت فئة عريضة من المجتمع المغربي لا تستطيع التكلم والسمع، فصراحة جد فرح، وأنا كنقوم بهذا العمل باش لربما هذه الطبقة هذه وهذه الفئة هذه من المجتمع خاص الاهتمام بها، وكذلك الناس اللي كيهتموا بلغة الإشارة فخاصنا أكيد لأننا نديروا تغطية إعلامية ونكونوا في جنبهم، واخا يتحدث معنا وأنتينا غديري لاتراديكسيون. كنشكر قناة تي في اللي جاو، وكنقول لعامة الناس يعني اللي كيسمعوا انهم يجيو يتعلموا، يعني اللي عندهم مستوى جامعي او اللي في مستويات واحد اخرين ما يهملوش هاد لغة الاشارة ويقول لك حنا ما كنهدروا صافي، لا، يجيو عند السيد عبد القادر العسال ويتعلموا الحروف الابجدية الفرنسية وكذلك العربية هنا بمدينة فاس، وان شاء الله غيتعلموا. واخا التوقعات ديالك للمقابله ديال المنتخب الوطني المغربي مع بلجيكا غدا، شنو ممكن شنو ممكن التوقعات ديالو؟ واش كيتفرج في كره؟ كي مهتم ب... نعم كيتفرج في كره. كان هو تفرج المنتخب المغربي اللي خرجوا تعادل يعني اليوم الاربعاء، وغدا ان شاء الله قال لك ما عرفش يعني الله اعلم. نعم. الله اعلم واش يفوزوا ولا ما يفوزوش. نعم. الله اعلم. سولو واش غيتفرج غدا يعني في المقابله وغيكون مهتم وكينتظر الفوز ديال المنتخب الوطني المغربي امام بلجيكا في مقابله حاسمه. بالنسبه لغدا ان شاء الله واش غتفرج؟ كره القدم يعني بالنسبه للمغاربه قال لك بمشيئه الله ان شاء الله غيطلب لهم الفوز، ولكن الله اعلم يعني هو غيتفرج ومهتم بالكره، وجميع الصوم قال لك جميع الصوم راهم مدعمين يعني راه كيتفرجوا في المقاهي يعني وفي الهواتف النقاله، بلجيكا مع المغرب غدا ان شاء الله مقابله، وكيتمنوا الانتصار للمنتخب المغربي. ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا لكم ميسير. شكرا جزيلا خويا، تبارك الله عليك. اذا المتابعين الكرام كنشكركم بزاف على حسن وعدكم ومشاهده، الى اللقاء بكم في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على راس كل لحظه.